مرحبا، شلونكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد، والفيديو هو عبارة عن لعبة بالأمينة، ومين بيربح 5 مرات ده ياخذ مبلغ مالي. ولا تنسوا تتابعونا على قناة يوميات عمار وتاليا، وتشتركوا بالقناة، ولا تنسوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الإشعارات. وهلا أنا نعمل حجرة ما أصبع بيني وبين عمار لنشوف مين ده يربح مشان ده مين ده يبلش. يلا خلونا ربحت عليك. باخذ واحدة ربحت. يلا عمار اجى دورك. لا ما بصير تغشي. عمار بدك تحاول شوي شوي. برافو عليك عموري، برافو. صار تعادل، كل واحد وحده. لازم نجيب 5. لازم 5 بربح اكثر. يلا دورك. ايه ما بتجيك تايل. يا ربحت مرتين، برافو عليكي. يلا عمار. عمار حاول شوي شوي مشان تلحق بتالية. يلا يلا تالية اعطيه مصر ضربين. لا بصير ما بيعرف. ما بتعرف عموري. برافو تاليا. تاليا صار عندك كم مرة؟ 3 مرات. لا يا عمار، تاليا خسرتك، صار عندها 4 مرات صحيحة. يلا جرب بسرعة انت. لازم تحاول شوي شوي، ما بصير تقوي كثير. خفف ايدك. يلا 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 تاليا. يلا تاليا ابو الى محاولة واحدة عمارها، لازم تركز. خلاص تاليا ربحت عليك. تاليا الربحانة، انت خسران خلاص. تعال ما بصير تزعل. معني اخذ هاي؟ ايه باخذها لاني صار. خلاص تاليا ربحت اكثر منك وانت خسران، ما ربحت شيء. انت ربحت بس وحدة وتاليا ربحت اكثر. 6 ربحت. يلا. يلا عموري هلا باي. يلا ولا تنسوا تتابعونا على قناتنا يوميات عمار تاليا. يلا هلا باي. يلا هلا باي. عمار زعلان لاني خسران، تاليا ربحت عليه.